حسين يا غريب يقول غلال ابن نافع في اللحظات الأخيرة رأيت غريب كربلاء ملقا على الربضاء قد نزف الدم لا طاقة له ولسانه يتحرك شفاهه تتحرك جئت قديما إليه رأيته في حال المناجات مع رب العالمين إلهي تركت الخلق طرا في غواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد لا سواك أغثني يا غياث المستغيثين قلت هنيئا للحسين في هذه اللحظات له حال مع رب العالمين يقول هنا وإذا بي رأيت اللهجة تغيرت نظر نظرة وصاح يا قوم لقد تفتت كبدي من الظمأ اسقوني شربة من الماء رحم الله عينا دمعت في مصاب الحسين جئت إلى عمر بن الساعد سريعا قلت له يا ابن الساعد هذا الحسين ميت ميت أسقيته الماء أم لم تسقيه إذن لي أن أسقيه شربة من الماء لكي لا يموت عطشا سكت اللعين قلت الله أكبر سكوته علامة الرضا فركضت إلى المشرع وحملت إناء ملأته بالماء رجعت سريعا إلى الحسين لما وصلت إلى حفرة المقتل رأيت الأرض تزلزلت والسماء أغبرت وهبت رائحة سوداء وهب ريح أسود عصفت السماء يا للعجب ماذا جرى أسرعت نحو الحسين رأيت الشمر خارجا من المقتل يا غلال إلى أين قلت أريد أن أسقي الحسين ما أبقى يا غلال ارجع فلقد سقيت الحسين قلت له ومن أين لك الماء لا إله إلا الله أزاح رداءه وإذا به حاملا رأس الحسين ودماؤه تتقاطر من شيبته رحم الله من نادى وإمامه